تحديدا عدد من الاعمال بالنسبه لجمعيه الوفاق. ولكن حتى كيبقى دائما ذاك الهدف هو ان كنرجعوا دائما للاعتناء بذاك الطفل ذوي الاعاقه الذهنيه. يعني الاسباب مختلفه ولكن الهدف واحد، هو دائما كنرجعوا للاعتناء بذاك الطفل اللي عنده ذاك الاعاقه الذهنيه اللي هو مثل الوطن وحتى هو كيستغل جميع الحقوق ديالو. اذا هذه طريقه جات اترافيرس التمويل من الاول مجبور والاخوان البرازيل وجميع اللاعبين المغاربه، ولكن كاين طرق اخرى كيمكن نديروها باش نجمعوا لي فون، لان ما تخافش عليك ان مركز الوفاق مركز كبير عندنا 54 طفل اللي كيكونوا تما كيقراو كياكلوا ويشربوا يوميا، والكلفه السنويه ديال هذا المركز كبيره جدا لا داعي لذكر الارقام، ولكن باش هذه الطرق اللي تعاون بها المركز. كاين طرق اخرى، كاين سهرات فنيه، كاين بزاف الطرق اللي كلمي داروا، كاين خرجات، كنشاركوا في عده مقابلات جهويه رياضيه الى غيرها ثقافيه، ولكن كيبقى دائما البيت القصير هو هذوك الاطفال وذاك المركز بطبيعه الحال باش يقدر يقاوم ذاك المصاريف السنويه ديالو. باش يجي ريفاندو كيطلب لك 100 مليون باش يقدر. حنا هذه المباراه كلها كنديروها القيامه كلها باش نجمعوا ذوك الريالات كيف كيقولوا ذوك البركه باش نعاونوا المركز الوفاق. فما بالك ان يجي واحد اللاعب نعطيه 100 مليون وما عندناش هذا الامكان نعطيه 100 مليون. هذا هو البيت اللي قال. من ناحيه توضيح رول لائحه اللاعبين البرازيليين، راه نشرت جميع الجرائد الالكترونيه ديال العرايش واللاعبين كاملين اللي في ذاك اللائحه راهم حضروا الا واحد اللاعب اللي غير اللي دور في العائليه ديالو. يعني ما كاينش ما كاين حتى شي لائحه فيها غير بازو ولا والو شي حاجه. دونك الوضوح كنظن تام وكاين لائحه كنزلوا كيحضروا هما اللائحه اللي عطيناها للصحافه اللي انتشرت كنظن في نوع من الوقيته غير ما تعطيش بها. ما كاين حتى شي لائحه ما حضرتش. يعني هذا الوضوح كاين له كنظن الجواب ديالي ما كاينش واضح اكثر من هذا. بالنسبه لي كانت عائشه عارفين الناس اللي غادي يجيو هما اللي جاو. هذاك العام كان افكتيفون كان واحد اللي جا واحد اللاعب كبير، ولكن اخيرا طلب مبالغ ماليه باهظه وما حنا كنعرفين هذاك تيقولوا دير لي وجه على خيري ما كنتش كنتي بلاصتها اللي واحد اللاعب جا 100 مليون باش يجي راه طبيعي الحال تقول له ما يمكنش. شكرا سي هاني. نلعب عن اكمله، ولكن الى وصلنا لواحد الحاله تامريه راه اون فاك اوبليجي نوقفوا البلاد. لا يهمنا الخطر ولا يهمنا شي واحد الله يستحق عليه شي طيح ولا يكرز ولا يموت. هنا ماشي هذاك هو البيت القصير، هذا حفل ديال مدينه العرائش، حفل ديال جمعيه الوفاق وجمعيه الامرو والاخوان. ما يبقاش عندنا هذا الجانب الاحتفالي، ما يبقاش الا وقع شي حاجه الله يستر. اذا الجانب الامني الحمد لله كاين، السلطات كلهم ملومين، الاخوان ديال الامن ديال القوات المساعده المسائل التنظيميه كلهم كاينين ان شاء الله. نتمنى عند الله غير يخلي المواطنين والمتفرجين يسالوا متى في يد النظام وما يكون على خير ان شاء الله. الهدف هو انك تتعاون بهذه البركه بهذه الوليدات، يعني حتى هاد المواطنين اللي في العرايش اللي يدخلوا ذاك المقابله ويخلطوا 20 درهم ولا 50 درهم، راه ماشي الهدف غير انه يشوف كره القدم. راه كيحسبوها ربما تحسب صداقه، ربما تحسب اعانه، ربما تحسب مساعده ذاك المركز وذاك الوليدات. هذا هو البيت القصير، راه ماشي غير تشوف الكره. اذا انا هذا كنظن كان جاوبتك من ناحيه الثروه المدنيه سي بدر القادر.